الباب ما يكشف لك اللي ورا الباب، كم قلب يعكس منطق اللي يتكلم، كم واحد يشكي ولا هو بمنصاب، وكم واحد يضحك لكن يتألم. والحلم يقبل بعض الأحيان الأسباب، لكن بعض الأحيان عيب التحلم، من يترك أقرابه علشان الأغراب، بكره اللي طال الطريق يتبلم. لو نمت عند الداب لا تأمن الداب، خلك حذر والمسعد اللي تولم، حاول قبل لا تنقرص تشلع الناب، ما هو ضروري تنقرص والتعلم، ما هو ضروري تنقرص.